بكم مع الزميلة سلمى زكريا وهي معالجة بالفنون. مساء الخير حضور الكرام، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في اليوم. تم اختيار بعض من الاعمال الفنيه اللي طلعت معنا بجلسات العلاج بالفن، ورح نحكي عن بعض منهم. بس قبل ما بحب اخبركم انه اذا الشاشه مش كثير واضحه باي وقت بعد الفعاليه بتقدروا تتفرجوا عليهم هي من ايمن الشاشه على البورد. بس في شيء لازم احكيه لانه دائما بنسى هذا السؤال لما احكي انه انا ارت ثيرابيست. طب يعني انا نفسي اعمل علاج بالفن بس انا لازم اكون بعرفش ارسم. ما له علاقه. العلاج بالفن هو استعمال اللون والشكل والملمس للتعبير عن المشاعر. اذا بنحكي عن المشاعر. هون بدي ابلش معكم متلازمة دام. متلازمة دام الرسمة الأولى والثانية احنا بس استعملنا الشكل واللون زي ما حكيت قبل شوي للتعبير عن المشاعر. الرسمة الأولى رقم واحد من الدائرة نزولاً بالمشاعر صعوداً على الدرجة وصلت للقمر، كأنه نسخة صغيرة من القمر فوق الدرجة الأخيرة. هو عمره 20 سنة. الرسمة الثانية كانت بقيادة العميل اللي يحكي للمعالج وين يحط اللون. فهي اختيار والتمرين تمرين المعالج. الرسمة الثالثة هي عرض بسيط للأشخاص المقربين اللي بحبهم في حياته. فرسم البيت وكل قلب ملون هو فرد من افراد الاسره. التوتر والقلق. بالنسبه للتوتر والقلق استعملنا اكثر من تكنيك خلينا نسميه. هلا بالفن في عندنا اكثر من اسلوب. الرسمه رقم واحد كانت مشكله خصصناها لزقناها وطلعناها فوق زي السلق. الرسمه رقم اثنين اذا حدا سامع بالستوري بورد او الستوري دايركت لما حدا بده يرسم فيلم اي يعمل فيلم او يحكي قصه ببلش جزأنا المشكله وحليناها لاربع خطوات. الرسمتين ثلاثه واربعه الفن الهندي المندالا هو فن هندي قديم يمارس في طقوس العباده والتامل. بلشنا المشكله من النص وجزأناها. اما الرسمه الاخيره قد ما تبين بسيطه وعاديه ورينبو هي ليست كذلك. كل لون كان من اختيار العميل نفسه. بلش باللون الاحمر التوتر والغضب والقلق انتقل واستمتع بمزج اللون اللي وصل للون البنفسجي اللي هو يعني صفاء الذهن والعمق التفكير. الاعاقات البصريه هاي كانت سلسله لشخص من ذوي الاعاقات البصريه لنفس الشخص سلسله علاجيه كامله. بلشنا بالرسمتين اللي هم اذا حدا سامع بالفن الشرقي القديم اللي هو الضغط على النحاس. بلشنا من رسمه ليانوس اللي هي رقم اثنين اللي هي بستكشف فيها الخط، بستكشف فيها الملمس تبع الورقه السطح الناعم وخط. رسم المبغى انتقل للمرحله الثانيه رسم رقم واحد وهون هو يدخل منظور وابعاد ثلاثيه زي ما هو فاهم الدنيا طبق الورد مش داخل بعضه. اما الرسم هون استمتع بمزج اللون اللي هي رقم خمسه اكتشف اللون بايديه وباصابعه ثلاثي ابعاد رقم ثلاثه بلش بالمشكله وحلها. الرسم رقم اربعه كانت النتيجه ببغى اول واحد انعمل على النحاس طلع من القفص وتحرر وتلون باستعمال الوان الشمع على سطح ناعم جدا. الزهايمر موضوعي المفضل ما لكم كان بحث داخل مجال الزهايمر. الزهايمر في الرسم هون بس استعملنا اللون والحديث بس كان في عنصر كثير اساسي موجود خلال الجلسات اللي هو الموسيقى اللي بترجع الذكريات والمشاعر سعيده. لما نحكي اسمها عبد الوهاب. الرسم رقم واحد عبر فيها لما تذكر ايام الشباب بيافا اللي هي شجره البرتقال. الرسم رقم اثنين بحر عليه سفينه قارب مرحله مبكره من الزهايمر تذكر الرحلة لما كان ياخذ أسرته على الشط ويخيمه. أما الرسمة رقم ثلاثة كانت مرحلة جدا متأخرة من الزهايمر. هي ما كانت قادرة تمسك أي شيء بإيديها ولا تحرك إيديها. قبلها تتحرك تلون بأصابعها لما شافت اسمها على الرسمة اللي هو نجمة. وبس بحب أترككم مع زملائي، شكرا لكم.
Thank you.